السلام عليكم، صباح الخير بنات، كيفتم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير يا ربي. المهم اليوم كاين، اليوم الاربعاء، وكاين واحد السوق كامل اسبوعي، غادي تمشيو معايا نديكم. المهم بناتي، الا جبرت شي حاجه مزيونه تستاهل التصوير نصوركم. المهم البنات، كاين بزاف الحاجات مزيونين بغيت نصوركم، ولكن صراحه ما قدرتش حيت الدنيا عامره بزاف، وكاينه ما شاء الله العرب بزاف هنايا، ما نقدرش. صعيب 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 تصور يعني في السوق بحال هذا، الشكل يكونوا يعني مهم العرب، مهم يكونوا، المهم كيبقاو يشوفوا ما كيعجبهمش الحال، المهم احسن حاجه. المهم البنات، انا جيت ليدل، كنت بغيت نصوركم بزاف الحاجات مزيونين عجبوني ورخاصين وفني، ولكن الصراحة ما قدرتش حيت الناس بزاف، وكاينين كما قلت لكم غربة والعرب مخلطين، ما قدرتش. المهم جيت لي صوركم اللي درو صافي شنو كاين اليوم وصافي. كما كتعرفوني اي حاجة عجبتني كنشوفها مزيونة ورخيصة، المهم كنبغي نشاركها معكم حسن نتوما، ولكن مع الاسف ما قدرتش نصور في السوق. المهم انا جيت ليدل نشوفوا شنو كاين في ليدل، المهم خليكم معايا. بالنسبه للنصارى ملي كتشوفوا كتصوروا ولا شي حاجه، عندهم الدنيا هانيه ما كيقولوا ما كيديوها شي تافيك، ولكن بالنسبه للمشكل ديالنا حنا مغاربه ما نعرف كيقولوا معقول ما غادي تصورهم، وانا يعني ما نقدرش نصور الناس ونحطهم في اليوتيوب، ما نقدرش، كنحاول ما امكن ما نصورش الناس وخصوصا الوجوه ديال الناس، ما يمكنش كنصور داكشي اللي خصني نصور، والناس ما عندي ما عندي علاش نصور الناس، ولكن المهم ماشي كلشي غادي يكون كيفكر في حالي، الناس كيجيبو الله كتصورهم. المهم هاد الكرتشات هادو جابوهم مرة كيجيبو هاد الكرتشات هادو مزيونين، المهم مخيدات ديالهم والثمن ديالهم زعما رخاص. هاد الملطات مزيونين عجبوني كبارين، تقدر تعملهم حتى في الفراش الا بغيتي خفافين، وما كيعني تغطي بهم حتى ما تكون جالسه في الصالون، ولكن تقدر تعملهم حتى في الفراش خفافين ورطيت وين مزيونين بزاف، يعني ملي كيبدا يسخن الحال تحيد البطانية وتبقى يعني غير بهادي خفيفه ومزيونه سخيخنا شويش، كيعملوا حتى 8 الاورو فحال اللي قلت لكم كبارين مزيونين. كاين هاد البنطوفات هادو عجبتني، هادي اللي فيها هاد الموف هادا جات مزيونة، فيها هاد كشيلة جات مزيونة، كتعملي 4 الأورو. الله يلحمقوني السيكان وداكشي ديال السيكان والصوب ديال الحضور في السوق فنين، عاملين لهم اوفير طغي 3 الأورو، كيحمقو السيكان ديال الحضور الصوت ديالهم فنين، والله الا خساره كنت بغيت نصوركم، ولكن مع الاسف والو ما قدرتش، خصني بو مشاكل. المهم واحد الاخت كانت خصتني على دانو، قالت لي ملي كتشري دانو من السوسه هو كنشري هذا وكيعمل لي اورو 5 وفيها 12. المهم هاد الصابونات هادو كيجيبوهم مره مزيونين البنات فنين، سباق اللي ديتهم غزلان صدقولي، هاهما فيهم الالوان وفيهم يعني لوينات وشكيلات، كاينين هاد الكرون هادو مزيونين، كيجيو معاهم خيدات ديالهم وكلش. الثوب ديالهم مزيون واعر، كاينه في الكري تفكرين حمقوني في الكري مزيونين، المهم هما فين هما هادو في الزيت يجاو، التوب ديالو مزيون غليظ يعني كيصبار، وهادو فراشات ديال الفراش،
وهاد البيجامة جابو هاد البيجامات هادو مزيونين ديال الدار هايدا، التطويب ديالهم مزيون. كيعجبوني انا التسراولات اللي كيجيو من تحت مجدودين، كيحمقوني البيجامات يكونوا عندهم السراول من تحت، المهم يكونوا مجدومين من تحت، كيجيو مزيونين الصراحة، ويعني مريحين في الدار كتلبسهم هيدا كيجيو مزيونين، حسن ملي خليهم مفتوحين. كيعملوا 10 أورو، عجبوني هادو في الكحل، كيحمقني لهم كحل مضروب على الكحل، يعني شحال مزيونين فني. هي اللي عندي فن والله، هي اللي جات واعره كلاس. كيعملو 10 أورو، هادو ديال الرجال، بيجامات ديال الرجال. صراحة اللي يدير خاوي خاوي اليوم اللي دابا، جيت في الصباح بكري يعني من السوق، جيت نيشان ليدل، الدنيا خاوية. صراحة زعما كتصوير برا زعما صعيب بزاف، صعيب بزاف، أصعب حاجة هي أنك تصور برا، يعني كتلقى بزاف ديال المشاكل، بزاف بزاف. هنا في اسبانيا شويجة راني تشوف في المغرب، في المغرب يا كاريت، كنت في الصيفية ود المغرب لطيف، كنت كنبغي نصور هيدا فلوك، هيدا نصور مي كنخرج نتسالى هيدا كنصور، وبنادم كيبدا يجلس سقفك اش كتصور، وانا ما كنصوركش، انا كنصور ما عندي علاش نصوركش، عامل بيك. ولكن الناس في شكل كتفكر صراحة، الله ما فهمت والو. انا المهم هادو ديال، المهم هادو ديال اش كيقولوا لهاد الرياضه اللي شفنا، هاد الرياضه فن، هادوك الرياضه الصراحه رخاصين بزاف، تيشريوهم الحوانات غاليين بزاف هاد السبور. اما بالنسبه اللي كيجيبوهم رخاصين صراحه وفنين، هاد السريولات هادو سبق لي ديتهم مزيان، يعني باردين الصيفيه فنين، هاد السريولات هادو كيعملو 9 أورو مزيانين بزاف، الثوب ديالهم بارد، وبحال اللي قلت لكم عندهم الجبهه من تحت مجموعين. صافي هادو باقي مره اخرى طويسلات، انا كنت نشوف في كتالوج صحابلي فيهم 3، كنت عنديهم الحق مجبرت فيهم 2، ما عجبونيش، جاو ناقصين، خصهم يكونوا فيهم 3 باش كيجيو مزيونين. اما بالنسبه للاخت سقطتني على الماكينه، هي الطحانه ديالها، المهم الطحانه كنت هي اللي كنت صورت، اللي كنت يعني واقيلا صورت مره اخرى، ظهرت يعني شويه وصافي، هي هادي اللي كنت كتقصد، هادي هي هادي، هادي شويه تبارك الله غاليه ولكن واعره، يعني كتسال الثمن ديالها، كيجيبوا واحدة أخرى كتكون ناقصة عليها الثمن، لكن هذه واعرة عليها بزاف، والغرف ديالها كبير كما كتشوفوا، الدجاج ثقيلة بزاف، يعني مزيونة بزاف. هاي فين هي دي عينك لصقت ملي كتنزلها كتلصق، المهم هاي فين هي مزيونة الصراحة، ولكن شوية غالية. المهم الثمن صراحة الثمن ديالها هو هذاك، يعني مع أصلا الدجاج غالية، كتثمن 40 دولار 39 هي هذيك 40 دولار، حق واعرة مزيونة. انا عندي واحدة في حياتي كنت مبقيتش عاقله وشريتها، شحال هادو يا عين، عندي دجاج صدقت لي غزاله، يعني دابا تبارك الله شي 6 سنين 7 سنين هي عندي، دجاج واعره صدقت لي، يعني واخا كتشريها غاليه يعني كتبقى لك، تقدر تعمل فيها اي حاجه، حاجه سخونه طيبه ما كيبقى لها حتى شي حاجه، واعره. وكاينه هاد الماكينه هادي، هادي صراحه ما جرباهاش عمري، ما شريتها. وكاينه الماكينه ديال الطوست 28 أورو، وكاينه هاد الماكينه هادي كطحن وكتعصر لوتشين كلشي، المهم كطحن وكتعصر لوتش، هاي فين هي، مزيونه غاليه شويش. ها الثمن ديالها 60 أورو غاليه.
المهم واحد الاخت كانت خصاتني قالت لي عافاك وريني شي مقشر يكون من ليدل. من ليدل كاين هذا المقشر هذا مزيون اخضر او فين هو يعني هادي بيل نورمال يعني المهم نورمال ومختلطه يعني بشره اللي كتكون نورمال وفي نفس الوقت كتكون مختلطه. هذا مزيون هذا مقشر اللون ديالو اخضر وهذا اللي في الزريق هذا هذا غاسول يعني ديال ليمبيا نظافه كتنظف فيها وجهك. انا كنستعمل هذا مزيون كيخلي الوجه فريش بحال اللي كيقولوا واعر صراحه. حق مقشرين صراحه ما كاينش شي مقشر، مقشر كنعمل في الدار وصافي كنعمل مقشر طبيعي وصافي. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يعني المهم صوك شي بالزربه كيستعملوه مزيون وصافي. غادي ندي الكريمه ديالي تقادت لي رجعت ديما كدير بنات هاد الكريمه كنعملها بالليل. واحد الاخت كانت قالت لي ممكن استعملها كنت كدير في الاول هذه من بعد صافي قلت لها هذه احسن فيها مواد يعني مزيان صحيين احسن من الاخرى خلاص راه مزيانه وسامه تنظف ولكن مش برت هذه فيها مواد قلالي رجعت كنستعمل هذه يعني مجدد ليلي. وبالنسبه للشامبوان هذا الشامبوان مؤخرا عاد يعني بديت كنشريه غزال هذا الشامبوان فني ولا فيه الريحه وكيرطب الشعر حيت فيه واحد الزيت ماكاديميا الزيت كيقولوا ماكاديميا. المهم مزيون حتى الريحه ديالو فنه. المهم بالنسبه للاخت اللي قالت لي خصتني على زيت اسمها زيت خل التفاح او فين هو معنا يا معلم داكشي ديال الليمون. المهم هذاك الخل كاين هنايا هو خل التفاح كاينه في ميركادون انا كنشري ميركادون الحق كاينه حتى في ليدل. صافي البنات ما تنساوش تعملوا لي جيم دائما تخليوا التعليقات ديالكم اللي كنحماق عليهم. كنقول لكم السلام عليكم وفي امان الله فيديو المقبل ان شاء الله.